الموسم ده يعني في ألعاب الصالات تحديدا في النادي الأهلي شهد يعني حصد العديد من البطولات، وكان موسم فعلا استثنائي بعدد البطولات في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. هنتكلم في كل ده، بس خلينا في البداية نرحب بضيفنا العزيز أحمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك. صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وسعيد ان انا اكون معاكم لتاني مره. احنا اللي سعداء بوجودك معانا يا رشاد، ومتعشمين بقى نعرف منك كل التفاصيل المتعلقه بالموسم الاستثنائي ده على كل الاصعده فيما يتعلق بمساله العاب الصالات. خلينا نبتدي معاك برجال يد النادي الاهلي، موسم أكيد. استثنائي بالمعنى الحرفي، دوري وكاس وسوبر افريقي. اكيد طبعا هو موسم استثنائي زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم، وموسم تاريخي بالنسبه لي بصراحه وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. لكن عايز بس ابارك للنادي الاهلي تتويجه ببطوله الدوري للمره 43، وان الدوري رجع بيته تاني. طب. كره اليد رجال، يعني الفريق بدا موسم صعب وموسم قوي. كل جماهير النادي الاهلي كانت بتفكر وبتقول ان ممكن كره اليد عشان حصل طبعا ذبذبه او حصل تمام ايه تراجع في المستوى في بدايه الموسم، لكن الحمد لله قدر النادي الاهلي يقدم مستوى رائع، قدر يقدم مستوى قوي. دخل دوري وكاس رجال وسيدات. تمام زي حضرتك زي ما انت بتقول، النادي الاهلي دعم الفرقه، النادي الاهلي جه مدير فني جديد قدر ان هو يقعد مع اللعيبه، قدر ان هو يتكلم مع اللعيبه، قدر النادي الاهلي بعد موسم صعب وقوي ان هو يحقق الدوري ويحقق كاس مصر ويحقق السوبر الافريقي، وكان قادر ان هو يحقق البطوله الرابعه، لكن بقى عدم التوفيق ما خدناش البطوله. لكن الحمد لله النادي الاهلي تاهل لبطوله العالم للانديه. بصراحه موسم رائع لكره اليد، سواء كره اليد رجال او كره اليد سيدات اللي هنتكلم فيه. بصراحه النادي الاهلي بيعمل طفره كبيره جدا في النشاط الرياضي في الفتره الاخيره تحت قياده طبعا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، بدعم من مجلس اداره النادي الاهلي اللي انا بشكره على التخطيط الرائع لكل الالعاب الجماعيه من بدايه الموسم. التألق يا رشاد دايما بيكون وراه قصة نجاح وتركيز وشغل على الأرض وغيره. خلينا برضو نقارن هذا الموسم الاستثنائي بالموسم اللي فات اللي هو لم يكن برضو يعني سيء أبدا، بالعكس في الأرقام، لكن الموسم ده مختلف. فإيه اللي حصل بقى؟ إيه الكواليس بقى اللي أنا عايز أعرفها منك؟ عايزين نعرف السادة دلوقتي المشاهدين اللي حصلت على الأرض عشان توصل لي النتائج المختلفة والمحترمة جدا اللي وصل لحد دلوقتي اللي وصل ليها النادي الأهلي. أكيد زي ما أنا اتكلمت وقلت، التخطيط الناجح من مجلس إدارة النادي الأهلي من بداية الموسم كان النادي مجلس إدارة النادي الأهلي مصمم إن هو يقدم موسم رائع في كل الألعاب، سواء في كرة القدم أو في الألعاب الجماعية. بدأ إن يحصل تدعيم لكل الفرق، بنشوف صفقات موجودة في النادي الأهلي، بنشوف مديرين فنيين على أعلى مستوى. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أتكلم عليها أكتر إن إحنا بقينا بنشوف في النادي الأهلي زي ما بنشوف في أندية العالم. النادي الأهلي دلوقتي موجود فيه مواهب شابة، الاعتماد على المواهب الشابة، وده شيء مميز جدا للنادي الأهلي. شفنا طبعا مودي الجرحي في كرة السلة، في قطاع كرة السلة، وكرة السلة بصراحة بيحقق برضو موسم تاريخي سواء على مستوى الناشئين والناشئات ومستوى الفريق الأول. والاعتماد على المواهب الشابة دي إدى روح للنادي الأهلي، إدى إن احنا بنشوف دلوقتي مواهب شابة موجودة. النادي الأهلي بيعتمد على ولاده في كل القطاعات، قطاعات الناشئين المختلفة. أكيد أكيد، وإن شاء الله بإذن الله اللي أنا عايز أقوله لكم برضو، والحاجة المهمة جدا إن احنا هنشوف الفترة اللي جاية برضو مواهب شابة تانية موجودة. يعني غادة حسام هنشوفها في قطاع اليد، نهلة سامح هنشوفها في كرة الطايرة، ونهلة سامح كانت لسه معتزلة ومن أساطير النادي الأهلي. هنشوف برضو عبد اللطيف عثمان في قطاع كرة الطايرة. فبصراحة النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة بنجاح. إن شاء الله بإذن الله هنشوف برضو موسم استثنائي الموسم اللي جاي زي الموسم اللي حصل الفترة الماضية. طيب نقدر نقول إن الجهاز الفني، هرجع بيك مرة تانية لرجال يد النادي الأهلي تحديدا، نقدر نقول إن كان في تأقلم سريع قوي بين الجهاز الفني وبين اللعيبة وبين النادي بشكل عام، بدليل إن نتج عنه 3 ألقاب. أكيد طبعا المدير الفني الجديد لما جه وقعد مع اللعيبة اتكلم معاهم، هو كان لعيبة النادي الأهلي لعيبة مميزة بصراحة، عندنا نجوم بصراحة تقدر إن هي تاخد بطولات لفترة قادمة. المدير الفني لما قعد مع اللعيبة اتكلم معاهم
اتعامل معاهم على العامل النفسي، اتكلم معاهم ان النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي نادي بطولات وجماهيره كلها ما بترضاش غير بالفوز وبالبطولات. فدي الحته والروح ما بين اللعيبه بصراحه ادى الثقه للعيبه، وده اللي شفنا نتاجه على مستوى الموسم، ان النادي الاهلي بيحقق 3 بطولات، كان قادر ان هو يحقق البطوله الرابعه، لكن عدم التوفيق زي ما قلت هو اللي خلانا خسرنا البطوله، لكن مكملين وعندنا كاس عالم للانديه، النادي الاهلي بيشارك طبعا للمره الثانيه على التوالي في كاس العالم للانديه، اكيد ان شاء الله باذن الله هنشوف مستوى طيب، والنادي الاهلي يقدر يحقق مستوى طيب في البطوله باذن الله. احنا يمكن هنشوف التتويج دلوقتي، ودي لحظه من اللحظات اللي كلنا بنسعد بيها طبعا. هو ده السوبر الافريقي، ده مستر ديفيد ديفيز صراحة عمل حالة، عامل شغل محترم، بيتم ذكره كتير بصراحة. مدرب رائع، زي ما هنتكلم برضو عن أجوستي، هما الاثنين أسبان بصراحة، مدرب كبير جدا، وده يمكن من نجاحات النادي الأهلي إن احنا بنشوف مدربين على أعلى مستوى. شابوه بس بصراحة لمجلس إدارة النادي الأهلي. رشاد، هرجع تاني للسؤال بتاع الاختلافات اللي على الأرض طبعا اللي تمت من ناحية التدعيمات والاهتمام وغيره، بس برضو في كتير من الأهلاوية بيقولك طب ما كان في تدعيمات وكان في برضو اهتمام وكان في صفقات بتيجي وكان في دعم مادي وسبونسرز، كل ده كان موجود، بس الطفرة اللي حاصلة هذا الموسم برضو مختلفة. هل هناك، أو هقول شوية أنا، الشق النفسي والروح المعنوية المرتفعة، هل ليها دور هذا الموسم أثرت برضو بشكل كبير؟ أكيد طبعا العوامل كلها أثرت، وبرضو عايز أتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي اختيار مجلس النادي الأهلي للكابتن خالد العوضي، إن هو يكون موجود في قيادة النشاط الرياضي. كابتن خالد العوضي أنا بطلق عليه بصراحة من زمان جدا، من ساعة ما هو مسك النشاط الرياضي بقول عليه مسؤول بدرجة مشجع. كابتن خالد العوضي بنشوفه موجود في المدرجات، بيشجع مع الجماهير، بيروح للعيبة، بيقعد معاهم، حتى لو في مباراة خسرناها لا قدر الله، كابتن خالد العوضي بيروح وبيقعد معاهم وبيتكلم، واحنا لسه واحنا موجودين. وده الروح اللي خلت النادي الاهلي يتغير، واللعيبه بقى عندهم الدافع ان هم يحققوا البطولات، وده اللي شفناه على ارض الواقع. النادي الاهلي الحمد لله محقق بطولات عديده جدا هذا الموسم، يمكن تخطت ال 35 بطوله في كل الالعاب، 22 بطوله في الالعاب الجماعيه. نتيجه غير مسبوقه اصلا. نتيجه فعلا غير مسبوقه، والنادي الاهلي بيشارك، يعني الفريق الوحيد او الفريق اللي في العالم الوحيد اللي بيشارك في، او فرقه الجماعيه بتشارك في كاس العالم للانديه. عندنا كره قدم وعندنا سله وعندنا يد، يعني يمكن النادي الوحيد في العالم، وانا بقولها النادي الوحيد في العالم اللي فرقه الجماعيه بتشارك في بطوله العالم للانديه. ما ده اللي بيخلي النادي الاهلي هو سفير مصر في المحافل الدوليه. اكيد طبعا، بالذات في الفتره الاخيره. على فكره ما فيش مره يا رشاد كان معانا حد منورنا في فقره من الفقرات الحواريه وجات سيره العاب الصالات غير لما وقف، وكان في قطعيه من الكلام كلها موجهه او بيتكلم من خلالها عن انعكاسات اداء كابتن خالد العوضي على النجاحات اللي احنا بنتناقش مع ضيوفنا في كل تفاصيلها. أكيد. واللي كان من ضمنها على فكره برضو استكمالا لكلام عن النجاحات في كره السله لوحدها، كان في 9 بطولات الموسم ده ما بين رجال وسيدات. أكيد. فدي برضو يعني اماره جديده على الاقتدار. خليني اقول لك ان مع بدايه الموسم اللي فات تم التعاقد مع الاسباني اجوستي، اللي مدرب بصراحه عبقري. شابوه بصراحه لمستر اجوستي اللي عمل حاله وخلى فيه روح للعيبه. اللعيبه عندنا على اعلى مستوى في قطاع السله، سواء اللاعبات او اللاعبين. النادي الاهلي بيضم عناصر مميزه جدا، كره السله بتحقق، يعني الموسم الاولاني او الموسم اللي قبل اللي فات مع اجوستي 5 بطولات، الموسم الثاني بيحققوا 4 بطولات، كره السله بتحقق 5 بطولات، يعني استحواذ كامل على كل البطولات. وكان يعني النادي الاهلي بنشوف طفرة في الفترة الأخيرة في قطاع السلة، ولسه مكمل النادي الأهلي. كرة السلة بصراحة قدموا مباريات كبيرة جدا في بطولة أفريقيا، قدر النادي الأهلي أنه هو يحقق بطولة أفريقيا بنسختها الجديدة، وقدر أنه هو يكون موجود إن شاء الله في كأس العالم للأندية. بصراحة نجاح كبير جدا لقطاع السلة سواء رجال أو سيدات. أنا بحيي الجهاز الفني وبحيي اللعيبة على المجهود الرائع، ومنتظرين منهم المزيد في الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا عايزك تشرح لنا أكتر على موضوع النادي الأهلي، هو النادي الأوحد عالميا كمان في النقطة اللي كنت بتكلم فيها، عايزة مزيد من التفاصيل يا أحمد. مزيد من التفاصيل. النادي الأهلي بيشارك بفرقه الجماعية، لو اتكلمنا عن برشلونة
بيشارك في كرة القدم وفي كرة اليد وفي كرة السلة، ما بيشاركش في كرة الطايرة. النادي الأهلي بيشارك في أربع فرق، كرة قدم وكرة يد وكرة سلة وكرة طايرة، كان بيشارك شارك قبل كده ثلاث مرات. ريال مدريد بيشارك كرة القدم وكرة السلة، ما عندوش يد ولا طايرة. لو رحنا للنادي المنافس فهو بيشارك كرة يد وكرة سلة وكرة طايرة، لكن ما بيشاركش كرة قدم. يعني انت أربعة أو ده الأكبر عددا في العالم. فالنادي الأهلي النادي الوحيد في العالم اللي فرقه الجماعية بتشارك في بطولات العالم لكأس للأندية. مرجعية ده إيه في رأيك؟ يعني إيه اللي مدي للأهلي الدرجة دي من التفرد؟ عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا، اللي أنا اتكلمت عنه التخطيط الناجح والطفرة الكبيرة والدعم اللي شفناه من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الألعاب سواء كرة القدم أو الألعاب الجماعية، هو ده أساس النجاح. الروح اللي موجودة أو روح التيشيرت الأحمر أو الفانلة الحمراء، هو ده الروح اللي موجودة في النادي الأهلي. النادي الأهلي هو قدره إن هو بيكون دايما موجود على منصات التتويج. النادي الأهلي قدره إن هو ما بيلعبش غير على الفوز، ما بيلعبش غير على المركز الأول. النادي الأهلي ما بيخشش أي بطولة إلا إن هو عايز ياخد البطولة دي. وسر كمان نجاح النادي الأهلي إن هو بعد ما بيخلص البطولة ممكن بيحتفل للحظات، وبعد كده بيفكر البطولة اللي بعدها. دي المسؤولية اللي عند اللعيبة في كل الرياضات بصراحة، اللي أول ما بينضم أو اسم أي لاعب في أي رياضة إن كانت بتنضم أو بيتكتب مع النادي الأهلي، هو بيبقى عنده هذه المسؤولية والصورة اللي أنت بتتكلم عنها. أكيد، لأن يعني أي لاعب بينضم للنادي الأهلي هو بيبقى عارف إن هو جاي نادي ما بيهزرش وما بيحبش غير الفوز وما بيحبش غير البطولات، بيبقى بالنسبة له عارف ان النادي الاهلي اضافة كبيرة ليه. صحيح. فهو داخل على حاجة كبيرة جدا، فهو ما قدموش غير ان هو يفوز، لان جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش غير بالفوز. صحيح. انا عايزه كمان اتكلم معاك كده كريم على الالعاب الفرديه، لان برضو على صعيد الالعاب الفرديه النادي الاهلي متالق بشكل كبير، عندك تنس الطاوله، عندك السكواش، مش عايزه انسى رياضه يعني، بس برضو في تطور كبير جدا في الرياضتين دول تحديدا. اكيد النادي الاهلي في الالعاب الفرديه خاصه سواء الكاراتيه او الجمباز او السكواش او تنس الطاوله بيحقق نجاحات. يعني في الكاراتيه بيحقق العديد من الميداليات هذا الموسم، في الجمباز نفس النظام، في السكواش، في تنس الطاوله. تنس الطاوله النادي الاهلي بيحقق الدوري رجال وسيدات. طبعا كان في مسابقه كاس مصر، كاس مصر ما كملتش، لكن النادي الاهلي حامل لقب كاس مصر. كاس مصر ما كملتش لان الاتحاد بيشوف ان مسابقه كاس مصر هي مسابقه مش منتظمه، ففي اوقات من المواسم ما بتكملش. النادي الاهلي واخد دوري رجال وسيدات. في السكواش النادي الاهلي الفتره الاخيره بيضم عناصر مميزه جدا، بقت لعيبه على مستوى العالم، ابرزهم طبعا او على راسهم مصطفى عسل اللي لسه متوج مؤخرا ببطوله العظماء الثمانيه. مصطفى عسل للمره الثالثه على التوالي بيحقق هذا الانجاز، بيكرر انجاز عمرو شبانه لاعب النادي الاهلي، ويمكن مصطفى عسل من ضمن الثلاث لعيبه الاهم اللي بيحققوا البطوله للمره الثالثه على التوالي. فبصراحه قطاع السكواش في النادي الاهلي قطاع كبير جدا، بيحقق نجاحات كبيره جدا في الفتره الاخيره. وفي تنس الطاوله ودي صوره مهمه جدا، عايز اعلق عليها يعني، عشان برضو لو الناس بتعرف تعد لحد كام، دي جامده. فدي بطولات النادي الاهلي، وفي يمكن اكتر من كده. احنا بنتكلم على السنه دي بس، على السنه دي بس 2023. في الالعاب الجماعيه انا بتكلم على 22 بطوله. كره الميه بياخدوا دوري وكاس، بياخدوا الدوري بعد غياب 20 سنه. فنجاحات في كل القطاعات، الفرق اللي ما كانتش بتاخد بطوله خدت بطوله. يعني كره الميه بعد غياب 20 سنه بتحقق الدوري وبتحقق الكاس، تنس الطاوله دوري رجال وسيدات. فكل النجاحات دي وفي يمكن اكتر في الالعاب الجماعيه زي ما قلت لك 22 بطوله، وعلى كل الالعاب 35 بطوله. يعني لما دي تكون حصيله موسم واحد ولما يجي يقول مثلا ان احنا محتاجين نعمل اكستنشن لدولاب البطولات، يبقى احنا مش بنبالغ. لا صح فعلا. انا عايز بس اقول نقطه مهمه جدا، ان فعلا والله ان النادي الاهلي نادي البطولات الحقيقي.
انا لسه كنت امبارح بقول انا وكريم يا رشاد لو تابعتنا، انا بتكلم بجد يعني في اللي انا كنت بقوله ده، وده واقع واكيد ناس كثيره لمساه. في ناس لما بتيجي من دول عربيه او غيره حتى دول اوروبيه بتيجي زياره لمصر من مزارات ان هو يروح يتصور مع دولاب بطولات النادي الاهلي. الكلام ده يعني مش كلام طالعين نقوله خلاص، عمرنا ما بنقول كلام في الهواء، احنا دايما نتكلم على واقع في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، فحاجه مشرفه. هتقول ايه يعني؟ ده واقع احنا عايشينه اكيد طبعا، لان في انديه كتيره جدا بتتعلم من النادي الاهلي. النظام اللي موجود في النادي الاهلي بيخلي اي حد لما بيجي هنا بيبقى عايز يروح يشوف النادي الاهلي، عايز يشوف نجاحات النادي الاهلي، وعايز يشوف بطولات النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بالنسبه لاي حد هو رقم واحد في مصر. وبالدليل على كلامنا برضه عشان ما حدش يقول احنا بنقول كلام وبنبالغ وخلاص، اغنيه سطلانه لما كنا بنحتفل بيها، شوف لفت العالم ازاي. لفت العالم كله اكد لك ايه؟ اكد الكلام اللي احنا بنتكلم عليه اكيد. النادي الاهلي موجود في كل حته ومؤثر طبعا، ودي نقطه طبعًا مهمه جدا. صحيح. والحقيقه يعني برضه في الفتره الاخيره بالذات بقت كلمه نادي عالمي بتتجلى قوي، وبنشوف لها مشاهد كتير وبنشوف لها مظاهر كتير. اكيد تتفق مع الرؤيه اكيد دي. طبعا النادي الاهلي هنشوفه الفتره اللي جايه موجود في كل المحافل الدوليه، فده شيء يعني يخلينا نفتخر او نفتخر بالنادي الاهلي. صحيح. ان هو موجود دايما على منصات التتويج. صحيح. زي ما الناس بتطلق على النادي الاهلي تقول لك البراند الاصلي للبطولات، بعد كده بقى بيجي كوبي منك. اكيد. عايز اروح معاك برضو النقطه ناس كتيره واخده بالها منها، وهي التطور اللي حصل كمان في الرياضه النسائيه عندنا. يعني احنا كنا متعودين نسمع رجال الاهلي في رياضه كذا او كذا او كذا او كذا محققين نجاحات، بس فكره التطور اللي حاصل كمان في الرياضات النسائيه لا يعني، او يعني في عامه في الرياضه النسائيه هو اكيد طبعا موجود، وكان موجود معاهم الكابتن محمود الخطيب. كبيره يا رشاد على كمان اجيال مختلفه. اكيد فسر لنا ده برضه. انا عايز اتكلم برضو عن كره اليد سيدات، ويمكن المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي كره اليد سيدات في بدايه الموسم تم تغيير القياده الفنيه وجه الكابتن زولا. صراحه تم حتى لما كابتن زولا طلب من النشاط الرياضي صفقات او طلب ان هو يبقى فيه تدعيم، تم التدعيم بسرعه. يمكن الفريق ده خسر اول مباراتين في بدايه الموسم، فالناس طبعا كانت قلقانه. بعد كده الفريق ده ما خسرش ولا مباراه، وقدر ان هو يحقق بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، وكمان قدر ان هو ياخد ميداليه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بعد غياب 30 سنه، مش 30 سنه كمشاركه، 30 سنه ان هو ياخد ميداليه افريقيه. بصراحه محققين انجاز، بنشوف دلوقتي طفره كبيره جدا في كل القطاعات النسائيه طبعا. في كره الطايره بيحققوا البطولات، في كره السله بيحققوا البطولات. بصراحه الدعم اللي بنشوفه من مجلس اداره النادي الاهلي لكل اللاعبات ده حاجه عظيمه جدا وحاجه رائعه. انا بتفق معاك، وثمارها اتت على يعني الارض بعدد كمان البطولات اللي حققوها والميداليات. ففعلا يعني المشاركه النسائيه في الرياضات المختلفه مش بس في النادي الاهلي، كمان على مستوى الجمهوريه فعلا شرفنا بشكل كبير. أكيد وانت طبعًا. كمان شرفتنا يا رشاد والله. ربنا يخليك يعني يا فكره والحلقه خلصت، بس انت نورتنا بجد. ربنا يخليك يا نهاوند، وربنا يخليك يا كريم. ما تغيبش عننا كتير، انت دلوقتي بتجينا على فترات متباعده، ودي حاجه لازم تتغير. انا مبسوط جدا والله ان انا بكون موجود معاكم، موجود في قناه النادي الاهلي، ودايما يفضل النادي الاهلي رقم واحد يا رب ان شاء الله. بنشكرك على وجودك معانا، واكيد بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله ندخل على الناس بعباره او جمله صباح النصر باذن الله. نشوفكم على خير.